سلام سلاح. مجلس الاتحاد ينتخب محمد بن زايد ليصبح الرئيس الثالث للإمارات لكل مرحلة أهلها، وحكام البلاد يجمعون على أن الشيخ محمد بن زايد الأجدر بقيادتها، وهو الذي رافقت خبرته بداية الدولة. محمد بن زايد يعتبر أحد رجال نهضة الإمارات قبل أن ينتخب رئيسا لها. ولد محمد بن زايد في مدينة العين عام 1961، وفيها نهل معارفه الأولى قبل أن يتغير طريقه ويرحل إلى أكاديمية سان هيرست العسكرية ليتلقى تعليما في مختلف الأركان العسكرية، وعاد ضابطا شابا يهتم بتطوير الجيش ومعداته تماما مثل تطوير الاقتصاد والثقافة. رؤية محمد بن زايد ركزت على التعليم كرأس مال دائم للدولة، كما اهتم بالاستثمار في تطوير الثقافة والعلوم. ولم تكن أبو ظبي لتعرف النهضة المعرفية التي تشهدها اليوم لولا جهود محمد بن زايد، بعد أن اتخذ أقصر الطرق وأنجحها بإقامة شراكة رابحة مع أرقى المؤسسات التعليمية. المناصب الاقتصادية والسياسية ناسبت شخصية القائد العسكرية، فتدرج محمد بن زايد سريعا في سلم المسؤوليات حتى أصبح ولي عهد إمارة أبو ظبي، وبات ضمان أمن البلاد همه الأكبر. الشيخ محمد بن زايد يتولى أكبر المسؤوليات وينتخب رئيسا للإمارات بعد حصوله على الثقة المطلقة من قادة البلاد وشعبها. أما الرهانات والتحديات والطموحات فلا تترك للراحة مجالاً.